بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يينا شوي يانا وإياكم أجمعين. ألي يا ما إساك وكو نظري وقواعد خوين مان جعلي أمكم الأشعراء حالتي بلاغيتي بيانك. هناء محا ذاك العزاء المقدمة فما عبس المحزون حتى تبسم. أما لواقعة تعجيل مسري موافقة بمقتضى حال شنجي كابرا توشي حزن نارحتي يقبوا على بابيت النوري هناء خوشية أو عزايب يشوي لابرد باش برام إتر إنساني محزون رو قرجناكاو هتا وايلي هاو محزونة تبسمي كردو بيكني موافقة أما بيوتر تعجيل المسرة مقتضى كمان شيء تقديم الكلمة الدالة على السرور يعني كشيء كيكسر هناء بود السياكة حقي خويتي شويني خويتي باش برام. تقول للراضي عن إثارة الحروب وكسي حزك حرب هلسيا وكو أمانة علي إن الحرب متلفة للعباد ذهابة بالطارف والتلادي. حرب خلق فوتيني هاتشي تازو كون هي لناوي أبا وكم حربي إما كهناي نوصر خالي صفر بلكو ست سال برديني وبيشي صفر جير صفر باش برام. أما إنكاري ضرر حربك وتاني يكسر دس فيه كابتشي علي إن الحربة كاتكوا دزيا كبين فريناكن بالأمد زعل ليس حريق نال هذا لسون هذا حريق بو كنتي مقتضى حال في دواي أواك كزو هوالك بجينين متابعك مقامك ضيق المقام بله مقتضاك ضيق المقام الحال هنا ضيق المقام والمقتضى هو الاختصار باش برام. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا بله بله وأنا جاء فرمي نسبتي شركين دعوة بولاي خواه بلام نسبتي خيركي دعوة بولاي أو شر لباسي شركا بمبني للمجهول نايته إنا خوي لواقعة أو كسي كفاعلي مختارة لشر لخير أهر خواي. أما بيوتري حالك الداعي إلى التأديب الحال أم أراد بهم ربهم رشدا هو نسبة الخير والمقتضى بقاء الفاعل على كم يعني الحال في أشر أريد عدم نسبة الشر إلى الله تعالى والمقتضى حذف الفاعل بوي كوا نسبة الشر كان لدينا فنا خوي تعالى بل يقول راسي البرامكة برامكة وأنا بنك لفترة حكم عراق المدى السبوة على أصبت بسادة كانوا عيونا بهم نسقى إذا انقطع الغمام إما توشي بلاها توين بكومل السادة وبياو قورو وكفوتان النمان كبراسي أوانا سرچاوي خير بون إما هل بهوي أوانو باران من بو أباري كاتك هور نمايه بهوي أوانو إتر بهم نسقى مقصد باران من بو باري لبر بركتيان يا بهوي أوانو توشي خير وبركة بوين قراني كانيان لا أبرت باش برام. ملخصة موضوع كان في شوي اللي راه هنا وتحزك بابي خوين ملخصة كانت التنافر يعرف بالذوق السليم والحس الصادق. تنافر براسي كان علاقي بزماني عربي وفيربوني عربي هو ذوق سليم شي بيوسته حس صادق بيوسته تنافر كلمات بنازل مخالفة قياس بعلم صرف الزاندري ضعف تأليف وتعقيد اللفظي أو دعانا اللفظيين أم دعانا بنح علم نحو زاندري غرابة بوازان للزور شارزاي كلام عرب وإحاطبه بمفردات لغوي تعقيد معنوي بعلم بيان زاندري أحوال مقتضى كان بعلم معان زاندري خلو الكلام من أوجه التحسين بعلم بديع زاندري كوابو توي طالب بلاغ ما وسامحمو لازمة لغة بزاني وكم مفردات صرف بزاني نحو بزاني معاني وبيان بزاني بديع بزاني
أبي ذوقي سليم شهابي أوانا لقال عربة على سكوت كيتو أوانا كتابي عربي بخوني تو باش بزاني كاما بتامو كاما بتامو كاما تنافري تياو كاما تيانية أبي خواني خبري كي وافر بي لخوين نوا نكر خوين نوا يكتبك ونكان تو بهار عالي بأحيا وبأمشاني ترا نابي با كسك النوسري أمرو أبي كتابة تعزكانش بخوني تو براسي بوي أقول عبارات عربي تعزب باش برام أبي يعني إساس زانا لسردمي إحياء أو أدب جوانا كغزالي زاني بيتي جابوا لأدب همو سردمي خوي بكثرة اختلاف بوا يبوا دروز بوا لكات يا خوي كابلايكي فارز بوا هر عرب نبوا باش برام أيش بكثرة اختلاط وبغاي دي وشوي دي وشوي دي وشامي دي هتا أو لغة السلسة جواني بوا فيها بوتوش أمرو أقرب تبي غزالي سردم بيا بيا وابي باش باوانم هاتينا شو إيسا من لم تيكشو آه ها كابو بين سأل أسباب نتائج واجوانا بو طالبي بلاغة كرزا اشتغزانا لأسلوب عن الأسلوب الذي هو المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصودي يعني يبيكو مالي عباراتي دار جراي جوان بزاني كواب جواني بغينبو مبستيك لدلتا هيا وأو لفظانا زور جوان بيو كاريغر بيو لنفسي جوغراكانتا أنواعي أساليب سيانا ماموسا أسلوب علمي ما أنهي وهو أهدأ الأساليب باش برام وأكثرها احتياجا إلى المنطق السليمي أم أسلوب علمية زور لسر خويا محتاجة بمنطق السليم محتاجة بهلاو بالنية هلاو بالا أبي دور بيلي أبي فكرك مستقيم وجوان وهبي دور بيلا خيال الشعري شنك تولم حالتها مخاطبة عقلك ومناجات لقل فكرك وشرح حقائق علميك أبي زور بجواني حرف كان عبارة كان وغموض خفايت يعني به وأظهر ميزات هذا الأسلوب الوضوح برون بيقس كان ولا بد أن يبدو فيه أثر القوة والجمال لقر نشاء به قوة جمال تيابي براسي وأبي زور بيانكت رون وعشكرا بيوكو خور وأبي دارش نكو بلغ كان زور بقوته بهزبن أمش دركويلة سهلي عبارتكان تا وأبي ذوقك سلامته به كلمات جوان جوان تقرير جوان جوان هل جيري هتابتت الناو ناخي خلق كان ولنزيكترين رقو باش برام كوابو لم حالتا أبي لحالة أسلوب علمية أبي اختياري ألفاظ الرون بكي صريح معنى كان خالي بلا اشتراك وأبي أم لفظانا بشوية تأليف كيتو دارجي آسان بي أشكرا بي حتى بلديتي تنكا جوانا مقصودك بغيني وأنا آسان الرون بلفظ كان جاقاي قمان نبي وخلنتواني التأويل وتشبيه تادلسك باش برام لم حالتها باجواني توبتي كلماتي مجازي بكاربيني يعني محسناتي بديعي بكاربيني شون تيتو أسلوبك علمي هالبجاردو أسلوبي علميش أسلوبك بلاغي وكنايات ومجازات نية ما قال بعض شتها عفوا واتبا به تقبير وتدبير يتسر زمانه هر خود كسكي رواني او جياي باش برام اوشتانيش كوا يتسر زمانه نابه اصلك لأصولي أسلوب علميك هل وشيني يان ميزي لميزاتكاني تيك بدا أما التشبيه الذي يقصد بتقريب الحقائق إلى الأفهام وتوضيحها بذكر مماثلها فهو في هذا الأسلوب مقبول بعض التشبيه هي أو تشبيهنا وكحجو بالقواعب وكوا حقيقة كحقيقة كان بقيني بزيني سامع وجوغرا كان أو قيناك ضروريا أسلوب أدبي جمال أسلوب أدبي براسي جمال لأسلوب أدبية أشكراترين روشت صفات أسلوب أدبية وأشكراترين مميزاتي وسرچاوي جمال جوانيتي چونك أسلوب أدبية بخيال تيابي خيالك رائع تيابي تصوير تيابي تلمس تيابي وكبرين لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء أبيش تدور كان بيني تشبيه خيلة بينانا أبي معناك معنوي والي بكي بيخي تثوبك محسوسة ومن لو معنى معنويتي بقين بوتش بيها محسوسي كتوبهم بيانكي
أبيش تم محسوس كان إيش خيط صورة معنا وما أسلوب أدبي أما لم حارتا لازم لسر بزاني أن الشعر والنثر الفنية هما موطن هذا الأسلوب للشعر والنثر الفنية توتواني أم أسلوب زور بكار بيني أسلوب خطابي معنى أم خطباني كأمر إيما إخوانين لسر من بركان باش برام لرا قوة معاني والفاظ دركة خطيبة بك سكي خزقة أمام بخصياتنا وتار وتار بيجو أم توزة يعني لرا شي دركة قوة معنى والفاظ قوة حج وبرهان دركة بيوست ببلغة بيوست بمعنى بلفظ زور بيوست بعقل فراوان وتر وباراو خطيب لرا بيوست وابكا كإرادة جوغركان والبكا عزمان هلبني همتان برسكاتوا لبر جواني أم أسلوبة لبر أشكراي أم أسلوبة يعني جواني وأشكراي لم أسلوبة بشكي جوري هي بوكاري جري لسر خلقك تابجت الناو ناخيا نوا أوي كوا كاري جري أم أسلوبة زيادك أو تاني خطيبك أبي منزلة كي جوري هي بين لنفس جوجر كانا بيشتر شهرته كي بياكل بين قوتي عارضيها بعارضة يعني الرومتي دمشاوي هرسو كوتي لنا وخلك بلغكان أبي الرون به حتى النبرات الصوتي أبي وابي كاري قلبي لنا وخلك إلقاء جوان به إشارة كانوا عماجكاني بموضوع كان جوان به أشكراتريني تايبت مندكاني أم شوازة أو تاني زورش تكان دوبارة بكي توا الفاظ المترادفين زور بكار بيني نموني زور بيني توا كلماتي جوان وخاوان رنين وكوبلين نازم رنين لكردية دنگ دانا وزيات البكار بيني ليرا حقوايا يقدر دعايا كومالي شوازي تعبيري جوان هوالدان استفهام تعجب أما أنا بكار بيني تا خلقك كل حالتك ونخلقك بو حالتك تر وأبي حتى بزاني لشواء وسيلة سر برقا كان لشواء ناوسي تاوك برقا كان واضح وآشكرا بيت أولي كتازة لصناعي أدبا بيقشتون وأزان هتا مجاز وتشبيهات زور تربية هتا خيالات زيادة لنا وقصة كان معناها به أو أم أسلوب جوان تركا لراسية أم هاليكي قوري للاني أم تازة بيقشتوانا وبيدابوا چونكي فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف چونكي أم أسلوبي خطابية أو أي كزياتر بي فوتيني ولا برشاوي خلتي بخاو كاري غريني علي أو تاني كتور تكلف لخصة كان تابكي لخطو هول بي قصي حلق و بلق و كبلين رو نقداد دروس كيتو معناش زور نبي ولا يفسده شر من تعمد الصناعة أو أي كوا زياتر أم أسل بخطابيت يكبدا أو تاني كبتي تعمد صناعة بك يعني اشتكان سيلنك على لسر زماني خود لا فاونين اللي سر زماني خود بتشي لم لا لولا كلماتي جران جران ومعقد هرب جري جواي بواب تبي خط بك وجوان كي كواب علم معاني كلامي بليغة وتاني كوا متكلم تصويري أكاب الشيويك كوا مناسب ببو حال مخاطب وجوغر كاني خطبكي سليمانيت نابي لغا الخطبكي بردكرتا وكوابي نابي لغا الخطبكي قرداغتا وكو يقوابي كاق اسماعيل نابي خطبكي لسليماني ببسيو چه لنا وزر جوز علي بداتو بي اسلوب جاواز بي وإذ لا وإذن كواب لا بد بو أو كسيك بدواي بلاغا أقره بأم حالتان هم يبخيني وبزاني چي واجب لسريك تصويرك لقسكانيا لهم حالتك بوهم مقام مقالة تايبتي هي لبرأ وبياواني بيان أم علمان ناو ناو بعلمي معاني چونك براسي أبي مطابقي معاني بك لقى الألفاظ كان وألفاظ معاني باوش كان بيكاو ليك جانا بنوعات نسر تعريف علم المعاني موضعه واضعه هل قدن بدرس شداهاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسك إشمان كم ببالام قيناك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.